بناء على الأوامر الملكية بشأن تعيين ضباط والصادرة عن مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن تعيين ضباط، قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم برعاية حفل تخريج الدفعة 11 من التلاميذ العسكريين الجامعيين للأمن العام ومنتسبين من قوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني. كما تضمن الحفل والذي أقيم بالأكاديمية الملكية للشرطة تخريج الدفعة الثانية من برنامج دبلوم حقوق الإنسان. ولدى وصول معالي وزير الداخلية كان في استقباله سعادة رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن وأمير الأكاديمية. وبعد عزف سلام الفريق قام معالي راعي الحفل بالتفتيش على الطابور، ثم غادر الخريجون الميدان مرورا بالمنصة. وقد ألقى أمير الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على رعايته وحضور حفل تخريج نخبة جديدة من طلائع الأمن الذين تم إعدادهم ليشاركوا زملائهم في حماية أمن الوطن، منوها إلى إعدادهم وفق برامج تعليمية وتدريبية تحقق الإتقان والحرفية في الأداء وتعمق الوعي الوطني والانتماء سعيا نحو مستقبل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار. وأشار إلى أن الأكاديمية حرصت من خلال برنامج دبلوم حقوق الإنسان على ترسيخ قاعدة أن الشرطة هي الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة وخط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان وحماية القانون،
وأن المجتمع يعتمد عليها لحماية جميع الحقوق من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين. وبعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الضباط خريجي الدفعة الثانية من دبلوم حقوق الإنسان، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ويؤكد أن الالتزام بحقوق الإنسان أحد محددات العمل الشرطي والأمني باعتباره مكونا رئيسيا في السياسة الأمنية. تلا ذلك دخول خريجي الدفعة 11 من التلاميذ العسكريين الجامعيين، حيث قاموا بأداء القسم العسكري. ثم تفضل معالي الوزير بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين والذين أتموا جميع متطلبات التخرج الأكاديمية والتدريبية لبرنامجي الدبلوم العالي في القانون وعلوم الشرطة والدبلوم في العلوم الجنائية والشرطية، حيث هنأ معاليه الخريجين بهذه المناسبة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن. كما قام معالي وزير الداخلية بتكريم الفائزين بجائزة وزارة الداخلية للبحث الأمني. وبهذه المناسبة أكد معالي الوزير أن وزارة الداخلية ماضية قدما في إعداد كوادرها وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية، مشيدا في هذا السياق بالدراسات والبرامج التي يتضمنها دبلوم حقوق الإنسان وما يحققه ذلك من تطوير في الأداء، خاصة وأن دراسة حقوق الإنسان أصبحت جزءا رئيسيا في البرامج الدراسية والتدريبية لمنتسبي الوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، منوها إلى أن حقوق الإنسان قبل أن تكون مطلبا قانونيا أو سياسيا فإنها مسلك ديني وتربوي واجتماعي. كما أشاد معالي الوزير بالدور الريادي للأكاديمية الملكية للشرطة في الإعداد المتميز لخريجيها من الضباط والتلاميذ العسكريين، وما تبذله من جهد ملموس في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وبما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني. حضر الحفل كبار الضباط بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين وأهالي الخريجين.